إننا في العراق بلد الحضارات على مر العصور، نتطلع ونأمل في أن نرى مساهماتكم المباشرة في قطاعات الاستثمار والبيئة وتنمية الموارد، حاضرة لتحضيرها للمضي معاً لخلق جو من التعاون المستدام بيننا، ويشكل دافعاً معاً لنا نحو التطور والازدهار، خصوصاً ونحن قد بدأنا مرحلة التعافي والانتعاش بعد معاركنا الكبيرة والمكلفة ضد تنظيم داعش الإرهابي وما خلفه من تدمير هائل للمدن والإنسان على حد سواء. ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والامتنان لأشقائنا وجيراننا وأصدقائنا في العالم الذين وقفوا معنا وساندونا في حربنا ضد الإرهاب الأسود. فالعراق خاض حرباً ضد الإرهاب نيابة عن العالم أجمع، ونرجو مخلصين أن يستمر هذا التعاون فيما بيننا بصورة جديدة تقوم على أسس الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتعاون البيئي المشترك بما يخدم شعوبنا جميعاً. سادتي سيداتي، إن العراق الذي قاتل الإرهاب على أرضه ودفع دماءً خيرًا نيابةً عن العالم يأمل أن يرى عالمًا وشعوبًا متفهمًا لحجم هذه التضحيات، وعازمًا على تقديم الإسناد والمساهمة الفاعلة في تعزيز العلاقات الاقتصادية. فنحن نؤمن أن زيادة العلاقات الاقتصادية تسهم في تعزيز العلاقات السياسية والعلاقات ما بين الشعوب، وفي نفس الوقت أيضاً نعمل على زيادة العلاقات الاقتصادية مع دول جوار العراق التي وقفت مع العراق.